باسم الآب والابن والروح القدس الواحد أمين أرحب بكم أحبائنا مشاهدي قناة لوجوس المحبوبة والمحبوبين سؤال جديد في حلقة جديدة من برنامج سؤال وتأمل السؤال الحقيقة لطيف عن مرد بنقوله في القداس ومن أحلى المردات هو يوناني كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل فالسؤال ما هو المقصود كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل الحقيقة علشان طبعا إحنا خلينا بس نتفاهم على السياق في القداس طبعا هو المرد ده بيتقال بعد الترحيب أما أبونا بيقول بيكلم على أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع اما نحن الغرباء في هذا العالم او في هذا المكان احفظنا في ايمانك وانعم لنا بسلامك الى التمام الى النهايه يعني فاحنا بنتكلم على رعايه الله لشعبه في حياتهم وانه يحافظ على عليهم في الايمان وانه يكمل سلامهم لغايه اخر يوم واخر دقيقه في حياتهم ووعود الله كثيرة وقوية في هذا المكان، ها أنا معكم كل أيام ولا انقضاء وهو الله لم يم لم يترك كنيسته ولن يتركها ولن تقوى عليها أبواب الجحيم. فإحنا نروح المرد على طول اليوناني اللي بيجي بقى إيه؟ كما كان وهكذا يكون من جيل إلى جيل. أنا هاخد ال... أنا بس عشان تبقى الأمور واضحة لكن إحنا هناخدها بمنحنى تاني. لأن الموضوع ده الكنيسة كده يعني ايه الكنيسه كده المشكله ان اليومين دول في ناس طالعين بيكلموا عن التجديد التغيير يعني ايه القداس يبقى ثابت كده على طول يعني ايه انه ما تغيير يعني ما فيش حاجه تاني كده ولا كده يعني ايه حاجه تاني كده ولا كده ففي ناس فاكره ان احنا ان نبحث عن التجديد في الـ في الـ في الايمانيات التجديد في ما استلمناه وده كلام مش مظبوط كلام مش مظبوط خالص فالجميل ليس في التغيير أو اختراع شيء جديد في العقيدة مثلا لكن الحقيقة والجمال في المحافظة على ما استلمناه وما تعلمناه فخلينا نشوف كنيسة الرسل كانوا ماشيين إزاي ونشوف إحنا ككنيسة إبطية أرثوذكسية ماشيين إزاي بعد أكثر من عشرين قرن من ذلك الوقت هنروح لسفر الأعمال في آية لطيفة جدا جدا ومعبرة قليلة الكلمات لكنها عميقة المعاني وتدينا اللي احنا عايزين نوصل سوا في سفر أعمال الرسل أصح اتنين طبعا بيبدأ السفر بحلول روح الله القدوس على الكنيسة الأولى في علية صهيون ودي كانت كنيسة أورشليم بعد كده الأولى في آية 42 يقول كده وكانوا المسيحيين يعني وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات وبعدين في آية 47 وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون نقولهم تاني كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة والخبز والصلوات ك... وكسر الخبز والصلوات أقولها تاني كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون يعني ايه خلينا نحاول نفهم الكلام ده أول حاجة كلمة يواظبون دي معناها إن في مداومة في استمرارية في التزام، في جدية. فاحنا بنتكلم على كنيسة كانها قلب واحد والكل على نفس المستوى من الـ من الكوميتمنت والالتزام والمسؤولية، واحد. اتنين كانت كنيسة إنجيلية، يعني ايه كنيسة إنجيلية؟ يعني حسب الإنجيل يعني كلمة تعليم الرسل هنا بتتكلم عن كلمة الإنجيل، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح هو حجر الزاوية. يعني إيه كان زمان قبل كتابة الأناجيل بعد صعود سيد الرب وحلول روح القدس لم يكن هناك إنجيلا مكتوبا لكن كان الإنجيل محفور في الصدور معاش في كل الكنيسة فكانوا بيواظبوا على تعليم الرسل أو حق الإنجيل كلمة ربنا وده الكلام اللي قاله سيد المسيح للتلاميذ قال لهم كده قال لهم علموهم ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام فكان الكنيسة الأولى ملتزمة بالإنجيل بيكلم كلمة ربنا بيتكلم على كلمة ربنا كامل محدش ليه الحق to pick and choose ولا حد يشيل حاجة ده رأي أصل ده رأي بولس الرسول أصل ده رأي مفيش حاجة اسمها رأي ده كل الكتاب هو موحى به من الله صالح للتأديب والتهذيب الذي البر يبقى نقولهم تاني يبقى أول حاجة كان في التزام واستمرارية واحد وكانت كنيسة إنجيلية حسب حق الإنجيل كلمة ربنا ثلاثة الشركة يعني إيه الشركة بنتكلم على شركة في المسيح بروح المحبة كان كل في وحدانية وكان في كل ما, يعني ما لهم مشتركا كان اللي كانوا بيبيعوا من نفسهم ممتلكاتهم ويضعوا الفلوس تحت عند اقدام الرسل وكان كل واحد اللي محتاج حاجه بيروح ياخد حسب احتياجه فبالتالي كانوا كانهم عيله واحده وكان لم يكن اي واحد فيهم عنده احتياج ليه لان كان في شركه كامله بينهم وفي محبه يبقى كان في مواظبه في كانت كنيسه انجيليه كانت كنيسه شركه بروح المحبه طبعا في المسيح والحاجه اللي بعد كده كلمه كسر الخبز ده الايرلي تيرم بتاع الـ الـ يتكلم عن التناول سر التناول لو احنا نفتكر في واحد من ظهورات السيد الرب بعد القيامه لتلميذي عمواس وازاي ان هو يعني اخفي عنهم ان هو امسكت عيناهم ان هم يعرفوه وكانوا متضايقين وكانوا يعني محبطين انه خلاص الموضوع خلص وكل واحد بدأ ينصرف يرجع لحياته وإزاي أن السيد المسيح يعني عاتبهم بشدة وقال لهم يعني إزاي أما كان ينبغي أن المسيح يتألم وبهذا يدخل إلى مجده وابتدى يتكلم معهم بكل الأمور المختصة به في موسى والمزامير والأنبياء وحضراتكم عارفين بعد كده لما هو سيد المسيح تظاهر أنه ماشي يعني مكمل هم وصلوا مكانهم فألزماه إن هم يقعد معاهم وعرفها عند كسر الخبز كلمة كسر الخبز دي لأن هو كان هو الضيف مش هو اللي يكسر الخبز لو هو أكل عادي لكن هو ما كانش أكل عادي كسر الخبز فعرفاه أعطى استنارة وإلهام وانفتحت أعينهما فعرفة. فكلمة كسر الخبز بنتكلم على التعبير في بداية الكنيسة عن سر الإفخارستية عن التناول نقولهم تاني فهي كنيسة لترجية فنتكلم على التزام من كل الافراد الموجودين واحد بنتكلم عن كنيسه انجيليه اثنين بنتكلم على كنيسه شركه بروح المحبه في المسيح ثلاثه بنتكلم عن كنيسه ليتورجيه بنتكلم على كسر الخبز وبعدين والصلوات بنتكلم عن كنيسه مصلية في حلقه اتصال مع الهيد كوارترز الصلاه او الصله انفتاح القلب والذهن والوجود في حضرة الله مهم جدا جدا هي دي الكنيسة وكانت كنيسة شاهدة يعني ايه كنيسة شاهدة؟ كان الرب نتيجة الحالة اللي هم الروحية اللي كانوا موجودين فيها والتصاق آآ آآ الله الرب بكنيسته ووجود روح الله فيها كان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون فما ينطبق على الكنيسة في ذلك الوقت هو هو ما ينطبق على الكنيسة اليوم نقرا سفر الاعمال نلاقي انه ما فيش حاجه كانت بتتعمل في الكنيسه وقتها غير بتعمل حاليا في الكنيسه بيتكلم على الشهاده المسيح بيتكلم على المعموديه بنتكلم على الروح القدس للمعمدين فاحنا الجمال في الكنيسه كما كان وهكذا يكون من جيل الى جيل والى ابد الدهور الى ظهر الظاهرين امين الله يجعل هذه الكلمات لمجد اسمه قدوس له كل المجد والكرامه من الان والابد امين thank you